دور إنساني تحرص وزارة الداخلية على القيام به للتخفيف على المواطنين. من هذا المنطلق لبت الوزارة طلب عدد من المواطنين باستخراج بطاقات رقم قومي لعدم قدرتهم على التوجه لإدارة الأحوال المدنية نظرا لظروفهم الصحية. وفد من قطاع حقوق الإنسان توجه أولا إلى ربة منزل قاعدة بشبرا الخيمة والتي تحتاج إلى البطاقة لتتمكن من صرف معاشها. نصحنا مع الأحوال المدنية وعملنا لك البطاقة وجبناها لك لعندك هنا في البيت عشان تخلصي كل الإجراءات بتاعتك اللي بتعملها. ربنا ينجينا من كل شيء وحش إن شاء الله. المحطة الثانية كانت لمواطن بمدينة السلام والذي أثنى على جهود وزارة الداخلية وبدت دموعه تأثرا بالاستجابة السريعة من الوزارة لطلبه. وزارة الداخلية جت لغاية عندي وجابت لي البطاقة بيجددوها لي، جددوها لي وجابوها لغاية عندي. مشكورة جدا وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الوفد توجه أيضا إلى سيدة مصابة ببتر في الساق اليمنى ومقيمة بالزاوية الحمراء وأشادت باللفتة الإنسانية من الوزارة. أقول لهم ألف 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 شكر، ألف 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 شكر باهتمامكم بيا، إن أنا تعبانة ومش قادرة أروح، بروح بعربيت أسعفكم اللي بعربيت أسعفكم، كل مشوار كده بروح العربية لسه ما ركبتش الجهاز. عملنا البطاقة. أيوة. ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك، انتوا اخواتنا ورجالاتنا وربنا يديكوا الصحة، ما يحرمكوش من صحتكم وعافيتكم يا رب. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا رب، ربنا يديكوا الصحة. المحطة الأخيرة التي توجه إليها وفد حقوق الإنسان كانت لمواطن مصاب بكسر بالفقرات وتم تسليمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به. انت عايز اعمل البطاقة العائلية عشان أنا كان معايا البطاقة بس الشخصية، كنت متجوز بقالي 3 شهور وقعت، فكنت عايز أعمل معاش اجتماعي، فقالوا لي لازم بطاقة عائلية ما ينفعش بطاقة شخصية. فاتصلت بحقوق الإنسان اللي موجودة واهتموا بالموضوع الصراحة وجابوا لي البطاقة، بس إن هو إن أنا كنت عايز أعمل معاش اجتماعي